FM. الكلمة ليك. اليوم اختارنا نحكيو على مدينة بوعرقوب اللي عندها موقع استراتيجي مهم وموارد فلاحية وصناعية ذات مكانة كبيرة. اليوم نرجع بالحديث على جديد في بلدية بوعرقوب ومتابعة للعمل البلدي من ناحية المشاريع التنموية والاجتماعية وغيره من المرافق اليومية الضرورية لمتسكني بوعرقوب. كما قلنا نذكركم 72-279-177 على ذمتكم أو ميساج أو كومنتير على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم. نحب نرحب بضيوفي سي حسام بن أحمد معتمد ورئيس نيابة الخصوصية لبوعرقوب. مرحبا سي حسام. مرحبا بك ومرحبا بكيف السادة مستمعين إذاعة كابا فيم. بارك الله فيك. ما جيتش وحدك سي حسام, جبت معك سي صالح القاسمي كاتب عام بلدية بوعرقوب. مرحبا سي صالح. وبيك يعيشك بارك الله فيك. يعيشك. كما أي رئيس بلدية أو نيابة خصوصية يجيب حذانا سي حسام, أول سؤال يتسألها لأنه اليوم الناس عندها أصبح عندها الوعي في الحضور بالنسبة للجلسات العادية أو التمهيدية لمناقشة الأفكار والمشاريع اللي يحبوا يشوفوها في بوعرقوب. كما قلت أسامة, نكرر رحب بكم بالسادة المستمعين. بالنسبة للمواطن التونسي بصفة عامة درجة الوعي متاعه محترمة, وكي تقدم له خطاب محترم يبادرك بنفس الخطاب خطاب محترم أيضا, وكي يلقى جدية في التعامل المواطن التونسي بصفة عامة كي يلقى جدية في التعامل يكون إنسان محترم ويكون إنسان معناها كفء ومالي بلاستو. هذا اللي لاحظته معناها بحكم معاملتي شبه اليومية مع المواطنين. المواطن كي أونتر بارونتيز بين قوسين ما تكذبش عليه وتعطيه المعلومة الصحيحة ويشوف اللي انت تخدم على ارض الميدان معاه معناها كتف في كتف والمصلحه نتاعكم المشتركه هي مصلحه المدينه ومصلحه تونس, اكيد باش يكون متعاون معاك. وحتى الحضور, حتى الحضور ما باش يحضر لك الا اللي عنده ما يقدم اضافه, وهذا لاحظناه ولمسناه في معناها التشاركيه وفي الاجتماعات وفي دوره النيابه. العباد اللي يجيوا ممثلين المجتمع المدني, ممثلين الأحزاب, عباد مستقلين, عباد مواطنين معناها عنده تسائل يعرف الإطار القانوني باش يجاوب على التساؤلات نتاعو, هي اجتماعات نيابة خصوصية يحضر في الاجتماعات ويقدم التساؤلات ويلقى الأجوبة عليها. وكما قلت لك نحن في بوعرقوب الكلمة الأولى اللي دخلنا أول ما دخلنا بها المعتمدية بوعرقوب كان عنا مود باس معناها كلمة من فاهمين فيها الناس كل, نخدموا على مصلحة بوعرقوب, دربوا تونس مصلحة بوعرقوب, نخدموا مع بعضنا باش نحسنوا ما يمكن تحسينه في منطقتنا. منطقتنا ما هيش مهمشة, فيها معناها فيها الحد الأدنى, نخدموا باش نزيدوا حوايج أخرى, نخدموا مع بعضنا. ثم هدف مثلا كي نتفكر, أنا قلت في اجتماع متاع نيابة خصوصية في بوعرقوب قلت أنا اعتبارها ولي وعندي أربع صغار والأربع صغار لازمهم يدخلوا يقرأوا, لكن ثم أولويات, ثم مثلا اللي في الباك وثم اللي في السنكيماني. اللي في الباك لازم نعطيه لهو أكثر شوية شوية معناها لهو شوية خدمة أكثر شوية من خوه, لكن في نهاية المطاف جوج ولادي معناتها هنا المثال متاعك معناتها وكأنه ثم أولوية للمشاريع. بالضبط, ثم أولوية للمشاريع, ثم أولوية, ثم حاجة تجي قبل الأخرى, ثم حاجة تجي قبل الأخرى, خاطر ثم اللي عنده ثم اللي ما عندوش جملة وثم اللي عنده شوي. لكن المعادلة مش صعيبة في ذهن المواطن, مش صعيبة على خاطر العبيد تطلب كل واحد يطلب من موقعه. ها وقت تولي مش صعبة, تولي مش صعبة كي تبدأ ثم مصداقية وكي يبدأ ثم كلمة تتقاد تعمل. وعدنا المواطنين مثلا, منيش لهنا باش نعدد الإنجازات, لكن وعدنا المواطنين مثلا ثم مشاريع معينة راهي ذات أولوية ورانا باش نخدموا عليها وبمساعدة السيد الوالي بارك الله فيها, ونكررها الشكر من المنبر هذا خاطر وقفت معنا وقفة باهية خاصة في المشروع متاع الصونات متاع المشروع متاع التطهير اللي المواطنين يستنوا فيه أكثر من 25 سنة. وكي خدمنا مع بعضنا تعهدنا خاطر ثم أمور إدارية نجموا نتجاوزوه ونجموا, وتعهدنا المواطنين قلنا لهم في ظرف معين رانا باش يجي المشروع وانطلق المشروع توه قريب يوفى. معناها ثم حاجة اسمها مصداقية, يتفهم المواطن طبعاً انه ثم تعطيلات إدارية. هي ماهيش تعطيلات إدارية بقدر خاطر ساعات نسمعوا فما مشاريع معطلة, معناتها مش نحكي على بوعرقوب نحكي معناتها في العموم, معناتها ديما فما مشاريع معطلة, ديما يسأل المواطن كيفاش معناتها وقتاش باش يصير المشروع هذا. هو بيناتنا أسامة بلدية بوعرقوب تحتل مراكز متقدمة جدا في صرف الميزانية,
شو معناها صرف الميزانية؟ معناها البرامج اللي تعاهدنا بها عملناها ولا نحن الترتيب متاعنا كبلدية في 84.5% نسبة استهلاك الاعتمادات متاعنا. كيفاش هذا؟ معناها المشاريع اللي تعاهدنا باش ننجزوا قاعدين ننجزوا فيها. هذا على أرض الميدان شنو يعمل؟ يعمل علاقة جيدة مع المجتمع المدني ومع الأحزاب ومع المواطن، الخطر يعرف أنه ثم عبيد ما هيش تكذب عليه، ثم عبيد حتى ليد في ليد بيشتغل مع بعضها. كما قلت قينا تسهيلات من سيد معطم مدلول، سيد كتب العام، سيد الوالية خاصة، وزاد ما ننساش أعضاء مجلس النواب اللي وقفوا معنا وخدموا وعاونونا وتبنوا المشاريع. معناها باش ما نسميش، معناها يعرف، معناها ثم عباد وقفت وخدمت بالكدا. النموذج النمط هذا ما يعطي شنو باش يعطيك؟ باش يعطيك نتيجه على ارض الميدان هي ثقه متبادله. سي صالح، المواطن لمده سنوات عاش بعيد على البلديه، بمعنى انه فما لازم تكون فما ثقه، وكانه قبل كان المواطن بعيد على البلديه، البلديه تختار هي المشاريع نتاعها، جايه مشاريع من فوق تعمل المشاريع متاعها، وبعيد المواطن كيعرف اللي فما تصليح متاع كياس ولا ضو ولا ماء، هذه هي المواطن. لكن بعد الثورة وتوا نحكيه على التشاركية، في رأيك الثقة هذه رجعت عند العباد ولا عنده معناتها الإحساس المواطن يمشي البلدية يقول مثلا نحب على المشروع هذا؟ سؤال ما نحبش على هذا، سؤال متميز عندك صحة في السؤال، وصحيح هو فما تعافي. يعني كان نشوف مع الوضع المناخ العام تاع الإدارة قبل الثورة، قبل 2010 و 2011 وتوا حاليا، فما تعافي تدريجي. يعني قاعد الإدارة قاعدة تخدم لصالح المواطن. ربما بعض المواضيع، ربما بعض الوضعيات، وأنه المواطن مازالت عنده الثقة ما تبلورتش مليح في الإدارة، ربما يرى أن الإدارة ديما معناتها في برجها العاجي متموقعة، ولكن هذا أنا نأكدوه وهذا بالممارسة. ويعني بالعكس الإدارة حالة يديها لكافة المواطنين، نحاول باش نقدم الخدمات الإدارية ونزديوها في أحسن وجه بالجودة المطلوبة. تعرف أنت الوضع العام في البلاد، يعني الإدارة بيدها يعني مرتب بيدها بأزمات، تحملت ضغط كبير الإدارة لمدة أربع خمس سنوات خاصة بعد الثورة، اللي خلاها بيدها تتعب الإدارة، تتعب من حيث معناتها تتعب والتعب تتعب والتعب، ولكن تتعب بحق العمل البشري هو عمل منقوص، والإدارة مع الضغط اليومي، مع نقص الموارد البشرية، مع ربما الطلبات، ربما ما كانتش الطلبات اللي تطلب قبل الثورة، فما ربما بعض الخدمات، ربما بعض ردود الافعال كان ما كانتش تزرق بل ولا تزر، معناتها المواطن ولا عنده الحق باش يتكلم وضع حقه، ولكن الاداره لازم تتفاعل ومعناتها تحاول معناتها تدخل امور بيدها. والفتره اللي ما نعطيك من 2011 حتى 2013 تقريبا، حتى يعني الاداره هزت الحمل الكبير وتعبت الاداره معناتها، وقاعدة تتعافى هي بيدها، وقاعدة تواكب ربما في التطورات التشريعية. تويك نرجع لسؤالك والدقيق اللي هو معناتها يهم العمل التشاركي. انت تعرف البرامج العمل التشاركي هذا انطلق من 2015 للي شيء انه باش يخلي المواطن يدلي بدلو ويحاول المواطن يعني يعطي رايه في المشاريع، ربما في التصورات بتاع العمل البلدي، في اقتراحاته. كان قبل كي نقارنوا بين الفتره القديمه والفتره الحاليه تويكا، كانت قبل المجالس البلديه بما انها منتخبه يقع ربما هي تقترحها المواطن المشاريع، يعني تجم تقول نخبة المدينة هي اللي تقدم المشاريع في قوالب جاهزة في المرحلة هذه اللي احنا نعيش فيها تويكا، والقرار يصدر من عند المواطن. يعني فما مخاض يصير على مستوى المجموعة المتساكنة انهم يولدوا المقترح، ويقع تبنيه متى يقع الحوار فيه، معناتها الحوار فيه، ويقع ربما اخذوا بعين الاعتبار، ويقع المشاركة تشارك معناتها المواطنين يتشاركوا فيما بينهم، وفما جدال ربما في ضبط الاولويات، ثم على اثر ذلك يولي المسرب اللي يتبنى ما تم اقراره، ويقع تطبيقه ويقع توثيقه، والاداره البلديه ما عليها كانت تنفذ المشاريع حسب الاعتمادات المتوفره. تفضل. نزيد نعقب على كلام سيدي الكاتب العام، انه السلطه المحليه ماهيش من كوكب اخر. السلطه المحليه اللي متمثل في سيد المعتمد اللي ينوب السيد الوالي معناها عايشه مع العبيد،
وتعرف شنو مثلا الحد الادنى من المتطلبات نتاع المناطق شنو مثلا يعرف اللي مثلا منطقه انا كمعتمديه بوعرقوب اللي انا نشرف عليها تو عندي عام وبعض الايام انا نعرف مثلا شنو العمادات اللي تستحق تطهير شنو العمادات مثلا تستحق كيس شنو العمادات تستحق قنطر ما نعرف طلبات دور في بوعرقوب طبعا طبعا انا بوعرقوب نعرفها مثلا تو نجم نسمي لك حتى معناها العماديات شنو المتطلبات نتاعها وشنو الاهم النقاط اهم من نقاط وعندي اتصال مباشر بالعباد ومعناها وانا اصلا معناها ساكن في بوعرقوب معنا حتى في السكن الوظيفي نسكن في المدينه هذه وعندي احتكاك مباشر بالمواطنين فيه توصلني المعلومه وتوصلني المعلومه وتوصلني المعلومه معناها من اكثر من مصدر وتوصلك نفس المعلومه من اكثر من اصل من مصدر تنجم تغربل وتعرف مدى اهميتها معناها حتى كي مثلا كي جينا مطلب على كيس معين مثلا نعرف اللي مثلا الكيس هذاك راهو بالرسمي مثلا هم باش نعطيك انا امثله ما نحبش نحكي في الفاك مثلا عندي توا جوج اولويات اللي هم ثم الاولويه نتاع الكيس نتاع المشروحه وثم الاولويه نتاع الكيس نتاع الخروبه أو بالإضافة أنه في التشاركية السنة حاولنا أنه حتى بالاتصال المباشر مع المواطنين ومع السيدة اللي حاضروا حاولنا أنه التدخلات متاعنا كبلدية تكون مصلحة المواطن مباشرة ركزنا في التدخلات متاع التشاركية على شنو ركزنا على التنوير العمومي في معناها في صفقة تقرب 240 ألف دينار معناها 230 للتنوير العمومي باش نمشوا برشا بلايس اللي بالرسمي لازم تمس فيها مثلا ذو مثلا تصور أنت مثلا اختك ولا امك تخدم في معمل وتروح الخمسه نتاع العشيه وثنيه ظلام انت بينك بروحك تحب لمبه غادي نتاع تحب تنوير عمومي احنا حاطين رواحنا في بلاصه المواطن هذاك وركزنا على التنوير العمومي المواطن زاد يشكي من الكيس ركزنا في التشاركيه ان خذينا المواد مقاطع لطوفونون والواحد باش نصلحوا به الكيس معنا حتى التدخلات نتاع التشاركيه كانت موجهه للمواطن درجه اولى حاولنا نمشوا سامحني نضرب برونتيز حاولنا نعملوا مشاريع مش موجهه في بلاصه برك المشاريع نفس المشروع تمس به الناس كل مثلا تنوير عمومي مسينا سبع عمادات تصليح الكيسات مسينا سبع عمادات هذا التوفيق اللي كنا نحكيو عليه بكري انك تعرف منطقتك شنو تستحق سبع عمادات مسينا واضح به انت قلت المعلومه توصلني وانتم توصلوا المعلومه طبعا المعلومه كيف باش تقعد عندي شنو بها عندي كيفاش توصلوا وصلوها عبر التقارير الرسميه خلينا نعطيك حاجه تو اسامه في اطار معناها التجربه الذاتيه نحن وذات الصحافه انا معناها التكوين نتاعي تكوين صحفي وتعلمنا في الابجديات نتاع الصحافه انه المعلومه جمره وقد ما تقعد جمره في يدك قد ما تحرقك معناها المعلومه كي تبدا عندك توصلها للجهات نتاعها لكن كيفاش توصلها المعلومه؟ معناتها بالمعطيات باللي صاير طبعا باللي بوندرول فهمني شو نقصد بالانترنت بالكومينيكاسيون بالتليفون عندنا باج فيسبوك نتاع البلديه عندنا باج فيسبوك نتاع المعتمديه قاعدين تو اونطران باش نحضروا في السيت ويب نتاع البلديه عندنا الاتصال المباشر مع العمد بالمواطن يعني البلديه قاعده تواكب في اللي موجود والا لا طبعا تواكب في الموجود ومعناه ثم حتى ونواكبوا حتى في مثلا ثم صفحات نحكي لك انا شخصيا ايه. ثم صفحات تواصل تم الجهه هي معناها دي باج في بوعرقوب نطلع عليهم دي باج الكل ونشوف اللي قاعدين يهبطوا تقرا لي كومونتير بيان سور نقرا لي كومونتير معناها نحاول حتى اذا كان ما كانش عندي مثلا اللي نقص في الاتصال المباشر نعوضوه بالاتصال الرقمي مثلا حتى اذا كان ما وصلتش انا مثلا انا عندي في الخدمه مثلا زياره ميدانيه يوميا كل نهار نعمل زياره ميدانيه لبلاصه حتى يا انا والعمده انا والكاتب عام البلديه انا ورئيس المركز معناها نمشي ندور برشا في بوعرقوب وعندي معناها وقريب من المواطن نسمع العباد توصلني المعلومه واللي ركزنا مثلا في بوعرقوب على شنو ركزنا على العمل الاجتماعي مثلا فعلنا صندوق المحلي للتضامن وولينا نتدخلوا في المناسبات الكل ونتدخلوا بصفه شهريه بصفة قارة معناها العائلات معينة ذات احتياجات خصوصية قاعدين وفرنا معناها مدخول شهري للتضامن المحلي وقاعدين نمسوا فيهم شهريا العائلات هذوم وهذا التزام معنوي انه ما نخليوش معناها الحالات هذه تتفاقم اكثر مثلا حاجة أخرى في التواصل اللي نحكي لك عليه أسامة مثلا أنا نعرف مثلا حتى بين قوسين نعرف شكون بيت جيعان في دار توصلني المعلومة وذاك ذيك المعلومة لازمها توصلني به معنا بالتليفون رمزي بالتليفون مرحبا مرحبا بك خويا عسلام مرحبا بك كل سادة متابعين يعيشك مرحبا بضيوف يعيشك مرحبا بك يعيشك تفضل رمزي الحمد لله
مش نحكي على مشاكل باركو، بقول ما نشوف باركو من دلتنا برشا حاجات على مستوى الإدارات. لتو باركو من دلت عاني، ما عندناش حتى، ما عندناش فرع تجهيز، ما عندناش سونات، ما عندناش ساك ليلماتات باركو بثلاثين ألف ساكن، ما عندناش تجهيز، ما عندناش الإدارات لازمة، لازمها تركيزها في أقرب وقت. ثانية حاجة، برشا مشاريع معطلة في باركو منها. نجم نعطيك لمعة، مثلا عندك دار الثقافة باردو بالطولة طولة انطلقت الأشغال، عندك مركبة طفولة الأشغال انتهت منذ مدة طويلة، والطولة فتح مركبة طفولة وقعت حيوت فارغة. حتى الضوء مازالوا ما عادوا ليش، معناتها مازال فما برشا خدمة ما كملتش. احنا نخدموا في مشاريع بالمليارات وبعض في الأخر ما نلقاش استفادة منها، وما تكونش عندها مردودية اش نعملوا بها؟ واضح دار فمني برشا يعني قد تفهم تطرح. عندنا جمعية وحيدة نتاع كرة يد، الأول مازلنا ما عندناش حتى قاعة مغطاة سبب عرضو اليوم من هذا فاقد، محروم حتى من قاعة مغطاة، محروم حتى من ملعب المعاصر. إلى متى معناتها 30,000 ساكن محرومة من أبسط حاجة رمزي؟ معناتها العباد في بوعرقوب معناتها تمشي للجلسات، معناتها المقترحات عزوف كبير في الجلسات. علاش؟ ما عادش ما ثقة ما بين المسؤول والمواطن. ثقة من ناحية؟ من ناحية العملية، معناتها فما وعود وما فماش خدمة، هذاك علاش ما تلقاش فما ثقة. فهمتني؟ الوعود والكلام سهل والفعل اللي يجيبوا ربي، هذاك علاش ما تلقاش فما ثقة ما بين المواطن اللي بتتفد من الوعود. اي لكن زادة رمزي، من طول الإجراءات رمزي، لكن زادة المواطن لازمو يحضر. اليوم نحكيه على تشاركية، نحكيه على مجتمع مدني، لازم يكون حاضر، لازم زاد المواطن يعرف الميزانية متاع البلدية كيفاش باش يتم تقسيمها، معناتها يبدأ لازم عنده زاد حضور كامل. تشاركية معناتها نحكي في بارغو كما نحكي على أي بلدية أخرى، تقريبا نفس الوضعية قاعدة تسير في تونس الجمهورية كلها، بس الناس ما يعرفوش شنو هي التشاركية. وش التشاركية؟ تو قاعدين يعادوا ثلاثة من الناس، كل واحد بالقوة، معناتها كل واحد يجيب جماعة ويفرضوا فيها، معناتها بالاسم التشاركية، فماش حوار، فما نهاية ما عندي ما عندناش حوار، ما انا مش فاهمين شنو هي الأولوية، كل واحد يجبد روحه. واضح، فهمت هذيك المشكلة. قيم الحوار ما عندناش. به دونك الحوار ما بينكم انتوما والبلديه، ما بين المواطنين اول حاجه باش ما نوصلوش، ما بين المواطنين الحوار مش متعدي كونتاكت، على الاقل كلمه تنجم برشا مواطنين في بعضهم، معناتها مواطنين في بعضهم، مواطن مازال مش فاهم شيء، معناتها مواطن مازال مش فاهم شيء. باهي باهي، واش فعل معك سي حسامه؟ مرحبا بك رمزي، ومرحبا بكافة المواطنين في بوعرقوب. انت سألت أسئلة مهمين ونجم نجاوبك عليهم بالتتابع، لكن معناها حديثك في حد ذاته فيه الأجوبة، معناها على الأقل كي نحن دخلنا معتمدية بوعرقوب وأول ما دخلنا وعيتنا للمجتمع المدني وللشباب، وانت كنت واحد منهم وتفهمنا مع بعضنا الناس كل على أساس انه رو عنا أولويات ورو مثلا، وانت ديجا كنت حاضر في أغلب النقاشات، كنت موجود واغلب الوجوه تقريبا نفسها تعود معنا نفسها، ولاحظنا انه ثم المصداقيه بدات تتحسن في بوعرقوب، نحكي على البريود على الاقل العام اللي خدمت فيه انا نوعا ما. على خاطر عندنا التزمنا مثلا بالمشاريع اللي كنا باش ننفذوها، التزمنا بها، وحتى المشاريع اللي دخلنا وقلناها مشاريع البلديه ملتزمين، اما نحكي على مشاريع المتزوجيه كما مثلا برشا حاجات مازلنا ماناش ملتزمين بها بالضبط. باش نعطيك انا مثلا بالنسبه للقريه، معناها المركب الطفوله، مركب الطفوله الاشغال نتاعو مازال كي انتهيت، وتو باش ما عندهاش حتى 3 أشهر مثلا، وتو باش تبدا معناها في الوزاره تخدم البرنامج نتاعها، وباش تكون قيد الاستغلال في اقرب وقت ممكن. وهذه حتى السيده الواليه كانت حتى اكدت على حرصها انه مركب الطفوله ليس بدايه باش يقعد مسكر بعد ما صرفت عليه الدولة مبلغ من معين من الأموال. وحاجة أخرى خلينا نزيد نذكر بها كافة المستمعين بتاع بوعرقوب، وقت حكينا على التشاركية أكدنا إنه نحن اللي باش نعملوه في بوعرقوب لازم يكون يمس المواطن، وأنتم بيتكم كمواطنين حسيتوا إنه أكثر حاجة تنجم تمس هي التنوير العمومي وتصليح الكياسات، وذاك اللي مشينا فيه. مثلا ثم خدمة تحسها ما لقيت حتى شكون شاف رفع الفضلات المنزلية زادت مس أكثر. بيان سور رفع الفضلات مؤكدة، هاو
كيفاش هذيك رفع الفضلات راه مش مجرد رفع فضلات، ثم سيركوي معين مثلا ثم شكون باش يهز، ثم معد مثلا نجم انا نحطك حتى 500 بوبيله راه، لكن الاشكاليه مش غادي الاشكاليه ما عندكش لا عندك عمل ثم معدل ثم باش نعززوا الرصيد البشري والالي نتاع البلديه، وبالعكس حتى ماناش مقصرين في النظافه، معنا بلديه بوعرقوب مصنفه من ضمن البلديات النظيفه. انا مانيش قاعد ندافع، انا 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 الهدف نتاعي انه نحاولوا نوصلوا الخدمات ثم ثم برشا معناتها قلت وقع فيها رفع الفضلات منزلي، وتعهدنا انه باش بحكم نقص المعدل. ما تنسي مثلا ما نساوش انه البلديه توسعت، ما عندهاش برشا، عندنا اقل من سنه ملي تحلت توسعت المنطقه البلديه والمعتمديه كل ولايه منطقه بلديه. ثم بلايص ما كانش فيهم بوبيلات جمله، حطينا فيهم بوبيلات والامكانيات قاعدين نتبعوا بشويه. ما حاجه اخرى مثلا مهمه جدا انه اللي قاعد يصير توا هذا في حد ذاته كومونيكاسيون، هذه معلومه قاعده توصل بيني وبينك وبين غيرك وبين غيرك. حاجه متفاهمه، الحاجه المهم والاهم عندك مناطق مهدده بالفيضانات. موجود. شنو المناطق اللي مهدده بالفيضانات رمز؟ مثلا لوين اثنين عندك مناطق مهدده بالفيضانات في لحظه. اللي هما؟ وتعرف فما تجاوزات، ناس مفكره الوديه، الناس كذا وموقع التدخل. رمزي شنو المناطق اللي مهدده بالفيضانات؟ عندك بلي ولوين اثنين، عندك مناطق مهدده بالفيضانات. بلي. تعرفهم. بلي وعندك لوين اثنين، تعرف مناطق مهدده بالفيضانات في لحظه. واضح. به سي صالح تفضل. اقعد معايا رمزي. مرحبا بك سي رمزي. مرحبا بك سي رمزي على المداخله نتاعك. احنا حق احنا توا على الهواء، ولكن احنا بيدنا رانا نتعاملوا شبه تقريبا بصفه دوريه ونسمعوا سمعناك بل وكلامك معقول وصحيح. بالنسبه لمنطقه بلي الفتره خاصه اول تعمناول صار فيها بحكم الكلام تاع الغزير تهاتلت اول تعمناول، يعني معناتها ثبت بالكشف انه يعني المنطقه يعني صحيح مهدده بالفيضانات. البلديه فك الوقت هذاك الدخل بالامكانيات المتاحه نتاعها، ولكن ظهر بالكشف وانه المنطقه ككل تتطلب يعني ربما دراسه شامله. ما اكيد وانه الدراسه هذه والتدخلات هذه الكبيره تفوق بكثير امكانيات البلديه. احنا في الاثناء رصدنا عديد مناسبات سلطه الاشراف والهياكل المعنيه كما مصالح التجهيز ومصالح الفلاحه، وطالبناهم كبلديه وحتى كمعتمديه بوضع برنامج قريب جدا لتلافي الفيضات هذه وحمايه المتسكنين والممتلكات تاع المواطنين من الفيضات هذه. صحيح عندك الحق، ولكن احنا رانا ساعين، احنا كبلديه نحكي لك سي رمزي، احنا ساعين وانت تعرف الشيء هذايا. ثم إيه. إن نجموا نعملوها مثلا إيه. احنا لو ديالها مسكرة اللي إيه. مخالفين تحل احنا في كل عام مخالفة تتحل، تعرف اللي صاير في برج حفية، تعرف المشاكل في حاشية كلها تصلح. انت تعرف سي رمزي واكيد مواكب، سامحني انت اكيد تعرف، واحنا البلديه في كل تقريبا كل مره في الشهر ومره حتى في المناسبات نتاع الدورات العاديه وحتى ما تسبق الدورات العاديه ديما منسقين بصفه فعاله وقاعدين نستحثوا في مصالح المذكوره اللي قلت لك عليها الفلاحه والتجهيز باش يتدخلوا ويسرعونا في انجاز الدراسات هذه. مش قايبه بواجبها في اتجاه 30,000 ساكن، علاش؟ معناتها احنا نتبعوا الاداءات ومعناتها معتمديه كامله ما عنديش تجهيز عبارة مش موجود جملة، علاش برشا نقاط فيها، علاش البلدية وحدها، علاش وين الفلاحة وين التجهيز وين السلطة الجهوية، علاش بوعرقوب مش موجودة معناتها، علاش؟ لا مش موجودة ديجا بوعرقوب. سامحني سي رمزي الواحد، لا سامحني انا بالواحد كيكا زادة ما يكونش مجحف جملة. بوعرقوب تاخذ في حقها، تاخذ في مشاريع، تاخذ في مشاريع مبرمجة، تبرمج فيها مشروع تطهير في المشروع بكلفة مليار و200، تبرمج فيها مشروع. نحكي على مشروع تطهير، نحكي في نقطة معينة عندنا 5 أو 6 سنين نقسم منها مشكلة جهر الأودية ومشكلة معناتها المشاكل نتاع الفيضانات، معناتها علاش ما يقعش الموضوع نتاع جهر الأودية، الموضوع نتاع جهر الأودية تعملت عليه جلسة في الولاية بإشراف السيد الوالي وبإشراف السيد الكاتب العام، وموجود على موجود على طاولة العمل وقاعدين نتعاملوا معاه بصفة مؤكدة. إن شاء الله
ان شاء الله نشوفه على قريب. يعني كما وكما نعرف بعضنا، لا دقيقه سامحني، كما نعرف بعضنا انا مانيش معروف اني نعطي مثلا نعطي وعد ونوخر فيه، والحمد لله ابو عرقوب كل تعرف ان شاء الله نشوفه فرع يتعاود يتحل فرع تجديد. وثم حاجه حبيت نركز عليها، خلينا نستغل حضورك انت رمجي، راهو اليد الواحده راهي ما تصفقش، راهو ما نجم ما ينجمش الانسان يخدم وحده، وراني انت تعرف وانت يخدم مكان اولاده، وانت تعرف اللي انا اللي نحن حالين الباب للناس الكل، وما ديني دينا للناس الكل، خاطر ما نجم نقدم كنا مع بعضنا. وانت تتفكر قداش من حاجه تبرمجت معناها بناء على حوار متبادل ما بين الاطراف كله، كان هذا حلها معناها زاد ما نكونوش ناخذوا الاشترى الكاس الفارغ. خلينا نقدموا شويه، ثم اشترى الكاس معبي، لازم ثم اشترى الكاس معبي، خلينا نثمنوه شويه يا اخي. باهي رمزي، مستقبلا كيفاش تشوف ابو عرقوب؟ شنو هو الحاجات اللي تحبهم يكونوا موجودين؟ ان شاء الله شيء خير، ان شاء الله انتخابات بلديه جديده على ابواب، ان شاء الله تكون فما طاقه جديده، ان شاء الله وجوه جديده، ان شاء الله. واضح. شكرا لك رمزي، بارك الله فيك رمزي، شكرا لك وتحيه لك وتحيه الناس اللي يسمعوا فينا في بو عرقوب. دونك للتفاعل معنا 72 279 177، تنجم تخلي كومنتير ولا ميساج على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم. في نقطه سي حسام، مركب الطفوله معناتها مازال عليه بكري، والا اليوم ما عادش في ايديكم انتم الحكايه، معناتها لازم يكون فما تنسيق من عند الوزارات المتداخله في الموضوع. هو موجود التنسيق مع الوزارات، والموضوع نتاع مركب الطفوله معناها انكور، ووعدك به معناها باش يكون فونكسيونير، معناها جست الدوله تعهدت بالتزاماتها، وعدت انها باش تبني المقر، بنات المقر معناها قاعدين في اطار التجهيز نتاعه، المصالح الكل مشتركه مع بعضها باش تسهل الانطلاق نتاعه في اقرب الاجل الممكنه. نسقنا مع سيد المندوب الجهوي ونسقنا معناها مع الاطراف المتداخله، وكما اكدت لك انه في زياره السيده الواليه لبو عرقوب وقتها جات معناها المعتمديه بو عرقوب، واول حاجه مشات لها السيده الواليه نهارتها مشات لمركب الطفوله، وحتى في العمل معناها من الحاجات اللي ريناها في الخدمه نتاعها انها تركز ياسر على انجاز المشاريع في احسن الظروف نتاعها، والمشروع هذا معناها توا سيء كمل تبنى، وان شاء الله بيعاودوها الكيلومتر اللي مازال في انتظار انه الافتتاح نتاع المركب هذا يكون موجود. كابا فام الكلمه ليك.